يتحدثوا على البي جي جونيور الان حاف قائد سبسي معنا او قائد سبسي جونيور, يتحدثوا ايضا على مرزوق جونيور ويقولوا سرحان مرزوق ماخو سيد كبير وعنده مكانه كبيره ويشتغل في شغل كبير داخل نيدا تونس, وبدات توجه لك سهام النقد اللي كنت مباشره على اخوك سرحان مرزوق. سرحان اول حاجه هو عضو مجلس وطني في نيدا تونس وعمل السياسة حتى ملي هو صغير في الجامعة, كان هو هذا في اليسار بوكت ولا كان وطد وطد مش بوكت لا كان الوطني الديمقراطيين, وهو عمل زاد طريقه عنده رأي, وفي كثير من الأحيان رأي ورأيه مش متفقين, ما همش متفقين, ما احناش متفقين في كثير من الأشياء, مش معناه خاطر خويا معناه أنا متفق أنا وياه, وما ثم حتى شيء عنده علاقة بيه شخصيا باستثناء اسمه العائلي. وأنا نقول حاجة, الاسم العائلي ما عطي حق لحتى حد, الاسم العائلي ما عندي حق لحتى حتى حد, الاسم واللقب بجماعة الحق. تحكي على سرحان مرزوق بطبيعة الحال مش على قائد سبسي جونيور, على أي كان معناها لا يعطيك لا يعطيك لا يعطي له له سانكسيون له عقوبة الاسم العائلي, ولا يعطيك حق مسبق. اش يقول هو الشاعر العربي, ليس الفتاة من قال كان أبي بل الفتاة من قال ها أنا ذا, وليس الفتاة من قال كان أخي بل الفتاة من قال ها أنا ذا. يعني لذلك معناها هذه الموضوع متاع الأمور العائلية والكذا لازم تخرج من موضوع السياسة تماما. ثم الثورة صارت لا واحد مش يعطي حق الواحد باسمه العائلي والكذا, التوانس الكل ولا 9 شهور, والتوانس الكل الثورة بدت من سيدي بوزيد, وتونس حكموها رئيس من الجنوب وشدها رئيس حكومة من الجنوب. لذلك انت هت المسائل هذه نهائيا, وهذه على الأقل من الأشياء اللي الثورة عملتها ونحافظ عليها التوانس الكل بدينا وبسقي.